إذن من مدينة غلاسكو الاسكتلندية ينضم إلينا عبر خدمة سكايب وزير البيئة السيد جاسم الفلاحي. أهلا بك سيد جاسم. بداية يعني دعنا نتوقف عند أهمية مثل هذه القمم بالنسبة إلى العراق أو بالنسبة للعالم. نعم، شكرا جزيلا، تحياتي لكم من غلاسكو. بالتأكيد مؤتمر التغيرات المناخية الذي ينعقد سنويا يمثل قمة الأرض بحضور قادة وزعماء العالم، وبالتأكيد الأهمية الاستثنائية والمتميزة لموضوعة التغيرات المناخية وتأثيرها على دول العالم وتأثيرها على كوكب الأرض، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على حياة وصحة الناس، مما اقتضى أن يكون لهذا الموضوع أهمية استثنائية، خصوصا ابتدأ العمل فعلي في موضوع التغيرات المناخية منذ عام 92 بالاتفاقية الإطارية كيوتو، وفي عام 2015 تم إقرار واحدة من أهم الاتفاقيات على مستوى الأرض وهي اتفاق باريس بالتغيرات المناخية. طبعا العراق استكمل كل الإجراءات القانونية والدستورية للانضمام إلى اتفاق باريس ابتداء من التوقيع عليه في عام 2016، مرورا بإقرار البرلمان العراقي الموقر والحكومة ومصادقة فخامة رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية في عام 2021، والآن بالتأكيد أودعنا صك انضمام العراق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. بالتأكيد مشاركتنا في مؤتمر التغيرات المناخية يأتي نتيجة للدعم الكبير لدولة السيد رئيس مجلس الوزراء واهتمام الكبير بالقطاع البيئي، وبالتأكيد ملف التغيرات المناخية ملف أساسي ومهم، لأن العراق صنف على أنه إلى أي حجم سيد جاسم يتأثر العراق؟ ما مدى تأثير يعني تأثر هذه المتغيرات المناخية إذا حدثت في العراق؟ نعم، شكرا جزيلا سيدتي الكريمة. العراق صنف على أنه واحد من أكثر 5 دول بالعالم هشاشة وتضررا في موضوع التغيرات المناخية، حيث ارتفاع مضرد في درجات الحرارة خصوصا في فصل الصيف الفائض، تناقص إيراداتنا المائية، الجفاف، تدهور الأراضي، ازدياد معدلات التصحر، هذه كلها أمور مهمة جدا، بالإضافة إلى أن العراق بلد يعتمد بشكل رئيسي في اقتصاده وفي موضوعة الطاقة على الإنتاج النفطي، وتعلمون بأن التوجه العالمي الجديد هو نحو الطاقات المتجددة ونحو الاقتصاد الأخضر متعدد المحاور، ولذا أعتقد بأنه اهتمامنا في هذا الموضوع ينبع من احتياجاتنا وظروفنا الخاصة، وأعتقد بأن العراق والتحديات الجدية اللي تواجهها البيئة العراقية تقتضي من المشاركة بفعالية أكبر، وفعلا الوفد العراقي بذل جهود خلال هذه الفترة أثمرت عن العديد من الاتفاقيات التي ستنعكس بإذن الله إيجابا على الواقع البيئي في العراق. طيب كيف تعمل وزارة البيئة سيد جاسم على الاهتمام بهذا الملف الذي هو ملف يعني ليس شيئا من الترف، إنه يؤثر على حياتنا بشكل يومي؟ نعم، بالتأكيد وزارة البيئة يعني منذ انطلاقتها لدينا فريق وطني عراقي من خلال اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتي تشمل كل الوزارات العراقية ممثلة بأعلى مستويات، بالإضافة إلى القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، حكومة أقليم كردستان، والتركيز بشكل رئيسي على أقحام المرأة والشباب في كل العمل المناخي. الوزارة طبعا دابت على تشكيل هيئات متخصصة لمتابعة مثل هذه الملفات، لدينا مركز وطني للتغيرات المناخية في وزارة البيئة، ولدينا أقسام بيئة في كل الوزارات العراقية نحن نشرف عليها من الجانب الفني، وهي تتبع إداريا هيكليات وزاراتها، لكن التنسيق على مستوى عالي، دعم المنظمات الدولية خصوصا المنظمات المتخصصة بالتغيرات المناخية مثل برنامج الأمم المتحدة للمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، منظمة الأغذية والزراعة العالمية FAO، طيب. بالإضافة إلى المنظمات الأخرى، أدت إلى بناء فريق وطني قادر على التعامل مع مثل هذه الملفات. واضح سيد جاسم، أود أن أسألك حول مشروع إنعاش بلاد الرافدين الذي تحدث عنه الدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية، ما هي حيثيات هذا المشروع ومدى يعني تأثيره على الملف الخاص بكم؟ نعم، بالتأكيد يعني انطلاقا من اهتمام فخامة رئيس الجمهورية في ملف البيئة بشكل عام وملف التغيرات المناخية، قدم فخامته مبادرة إنعاش وادي الرافدين
والشرق الأوسط، وهذه المبادرة هدفها الحقيقي هو اتخاذ خطوات عملية كإطار عملي لمواجهة تأثير التغيرات المناخية. مثل ما تعلمون بأن العراق يتأثر بشكل هائل في موضوع التغيرات، خصوصا وأن معظم إيراداتنا المائية تأتي عبر الحدود، بالإضافة إلى ازدياد معدلات التصحر وتأثير الجفاف على الأمن المائي والغذائي في العراق، وهذا يمكن أن يكون له انعكاسات سلبية على أكثر من 7 مليون عراقي كما ورد في تقارير الأمم المتحدة، بالإضافة إلى تناقص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. بالتأكيد هذه المبادرة مهمة جدا من قبل فخامة رئيس الجمهورية. واضح. دولة السيد رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة عليا برئاسة معالي وزير المالية، نحن أعضاء فيها بالإضافة إلى بقية الوزارات، أقرت الموافقة المبدئية على هذه المبادرة التي تشكل إطار عام يتولى كل محور، كل طرف وكل وزارة تنفذ الجزء الخاص بها. وبالتأكيد هذه اللجنة الآن شكلها دولة رئيس الوزراء تعمل على تنفيذ ما يسمى بالورقة الخضراء على غرار الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي. هذه الورقة هي استراتيجية وطنية لتعزيز التنوع الاقتصادي معتمدة على الاقتصاد الأخضر المستدام والطاقات المتجددة.